بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 17 لهذا الموسم. نعم، وأقيم السباق على كأس المحافظة الجنوبية وكؤوس مجموعة آل شريف وكأس شركة كراون اندستريز، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل، وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بتقديم كأس المحافظة الجنوبية إلى عبد الله فوزي ناس، فيما تم تقديم كؤوس مجموعة آل شريف إلى الفائزين، حيث قدم السيد حسن آل شريف كأس الشوط الثاني إلى الملك الفائز عمار البسطة، كما قدم حسين آل شريف كأس الشوط الثالث إلى الملك الفائز حسين إبراهيم العفو، فيما قدم عيسى خالد آل شريف كأس الشوط الخامس إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، ثم قدم محمد فؤاد كمال كأس الشوط السابع إلى المضمر الفائز حيدر إبراهيم، فيما قام السيد علي عبد الرحمن السعد المدير الإداري بشركة كراون اندستريز بتقديم كأس الشوط الرابع إلى المالك الفائز محمد جاسم، وكأس الشوط السادس إلى سمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان آل خليفة.